شيخ جليل عاش حوالي قرن من الزمان، تجول في عشرات الدول وكان بيدعو للإسلام، على أيديه أسلم آلاف الأجانب. تعال نعرف من هو الشيخ نعمة الله خليل إبراهيم، داعية مسلم تركي الأصل، عاش في مكة حوالي 30 سنة وزار أكتر من 50 دولة. كان بيدخل صلاة الديسكو والملاهي وبيتوب على أيدي عشرات من البشر. وزع أكتر من 20,000 مصحف في الصين وزار سيبيريا في درجة حرارة تحت الصفر لنشر الدعوة الإسلامية. زار اليابان وفي الشوارع كان بيدعو للإسلام وكان بيلقى استغراب وسخرية، وأسلم على أيدي في النهاية آلاف اليابانيين. وهناك أنشأ مركز طوكيو الإسلامي للدعوة، وكان بينام في المساجد وفي الشوارع في سبيل أداء رسالته من غير ما يتقاضى أجر على كل ده. توفى وعمره 85 سنة أضاها في خدمة الإسلام.